السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. معاكم محمد أشرف من قناة منح من كل الألوان، وإن شاء الله بإذن الله النهاردة هتكلم معاكم عن منحة دراسية ممتازة جدا في أحد الدول القوية. بس قبل ما نتكلم عن المنحة دي، حابب أوضح إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر منح كتيرة جدا وفرص كتيرة، فياريت تتصفحوا القناة عشان تتعرفوا على منح أكتر، وما تنسوش كمان تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة، هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة أستراليا، تمام؟ وأول ما تسمع دولة أستراليا فأنت كده بتتكلم عن أفضل جامعات حول العالم. طيب أولاً المنحة دي موجهة من مين؟ المنحة دي موجهة أول حاجة من الحكومة الأسترالية بلس جامعة جريفيث، تمام؟ الحكومة الأسترالية هي اللي بتمول الدراسة داخل الجامعة دي، لأن الحكومة الأسترالية بتعرض منح في جامعات كتيرة جدا ومن ضمنها جامعة جريفيث، وهي اللي بتمول الدراسة داخل هذه الجامعة. طيب بالنسبة لجامعة جريفيث، الجامعة دي جامعة ممتازة جدا، انشأت عام 1971 وبيدرس فيها عدد طلاب كتير جدا، أكتر من 50,000 طالب، تمام؟ ومنهم طلاب كتيرة جدا من حول العالم، وهي موجودة في مدينة كوينزلاند، جنوب شرق كوينزلاند. طيب بالنسبه للمرحله الدراسيه الموجهه ليها المنحه دي موجهه لدرجه الماجستير والدكتوراه فقط، يعني الناس اللي عايز تدرس الماجستير او الدكتوراه متاح ليهم، انما الناس اللي عايز تدرس البكالوريوس مش متاح ليهم التقديم، تمام كده؟ طيب بالنسبه للدول المتاحه للتقديم في المنحه دي متاحه لكل الدول، سواء انت من دوله عربيه افريقيه اسيويه، بتقدر تقدم على الفرصه دي او المنحه دي بكل سهوله. طيب خلينا بقى دلوقتي نتكلم عن التمويل في الفرصة دي، وركز معايا وهات ورقة وقلم كده، لأن تمويلها الصراحة ممتاز جدا. أول حاجة، الفرصة دي بتوفر لك رسوم الدراسة كاملة بالمجان، أنت هتدرس كل شيء على حساب المنحة، مش هتدفع أي تكاليف خالص، تمام كده؟ تاني حاجة، إن المنحة دي بتوفر لك راتب شهري بما يقارب 2500 دولار، تمام؟ دي شهرين عشان تكفي لك احتياجاتك الشخصية، تنساش كمان عندك سكن ووجبات طعام، فال 2500 دولار دي بتكفي لك كل شيء، وكمان ممكن تدخل منها مبلغ إضافي لو حبيت. ثالث حاجة هي التأمين الطبي، في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث ليك، بتكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة، تمام؟ رابع حاجة، وهي ممكن استحاب العائلة معاك، لو أنت لديك أسرة وعندك زوجة وأطفال بتقدر أنك تستحبهم معاك، لأن بعد لما حضرتك بتقدم لنفسك وبتتقبل الجامعة بتوفر لك خطاب قبول، الخطاب ده ممكن يساعدك على استحاب العائلة أيضا، تمام؟ وما تنساش طبعا أن جامعة جريفيث هي جامعة حكومية من أفضل الجامعات حول العالم، فأنت كده بتضمن لنفسك الدراسة في أفضل جامعة من جامعات العالم. طيب خلينا دلوقتي نتكلم على بعض الملاحظات كده. هي اول حاجه، ان المنحه دي ما فيهاش حد اقصر العمر، ان هي متاحه للجميع للتقديم، تمام؟ سواء سنك كبير سنك صغير، هي متاحه للجميع. تاني حاجه، ان المنحه دي مش بتطلب شهاده لغه بشكل الزامي عند التقديم، يعني في جامعات بتلاقيها لازم لما تيجي تقدم انك ترفق شهاده اللغه الانجليزيه، سواء ايلتس او تويفل او بي تي اي او اي انواع تانية من الشهادات الدوليه، ولكن المنحه دي بتعفيك من شهادة اللغة لحين صدور القبول، يعني ممكن تحصل على قبول مشروط انك تقدم في الجامعة الاول، وبعد لما بتتقبل بتقدر انك توفر شهادة اللغة، مفيش مشكلة، تمام كده؟ طيب بالنسبة بقى للأوراق المطلوبة في المنحة دي، الأوراق المطلوبة مش معقدة، بسيطة كأي منحة. أول حاجة بتطلب منك السي في بتاعك، السيرة الذاتية بتاعتك ترفقها، تمام؟ تاني حاجة، كشف الدرجات بتاعك أو شهادة التخرج ترفقه، ولو انت في اخر سنه دراسيه، يعني مثلا انا على سبيل المثال واحد هيقدم لدرجه الماجستير وهو حاليا في اخر سنه من البكالوريوس ولسه ما حصلش على الشهاده النهائيه، طب يعمل ايه؟ يجيب اخر شهاده دراسيه حصل عليها، اللي هي مثلا بتاعت، لو هو مثلا الدراسه بتاعته مدتها 4 سنين، يبقى يجيب شهاده الصف الثالث، تمام؟ ويقدمها لحين صدور الشهاده النهائيه، وهكذا برضو الكلام بينطبق على الناس اللي هتقدم على الدكتوراه، تمام كده؟ طيب كمان مطلوب منك الحاجة الثالثة، انك توفر كمان في مقالات نية لازم تكتبها بشكل كويس وليه عايز تقدم للمنحة دي، تمام؟ ومطلوب رابع حاجة 2 خطابات توصية بشكل اونلاين لازم يتم عملهم، وايضا ممكن ترفق بطاقة الهوية او جواز السفر كإثبات على الجنسية بتاعتك انت من اي دولة. طيب كده اتكلمنا على الاوراق المتاحة للتقديم في المنحة دي. طيب كيفيه التقديم سهله جدا، بيكون في ابلكيشن اونلاين بتملاه وبتقدم فيه المنحه دي، والمنحه دي ما فيهاش اي رسوم عند التقديم، ما فيش ابلكيشن فيه. طيب اخر ميعاد عشان تقدم في الفرصه دي، اخر ميعاد هو منقسم لاربع مراحل. المنحه دي او الجامعه دي متاح ليها التقديم طوال العام، بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو على حسب الفصل الدراسي اللي انت عايز تبدا فيه. سبيل المثال، في فصل دراسي مثلا هيبدا، اول المرحله الاولى والفصل الدراسي اللي هيبدا في 22 فبراير 2021،
فده خلاص ما ينفعش تقدم ليه لان الشهر الجاي هو فبراير. المرحله الثانيه اللي هي بتبدا في 27 ابريل 2021، دي الدراسه هتبدا في 27 ابريل، فانت متاح ليك انك تقدم للسمستر او الترم اللي هيبدا في 27 ابريل 2021. المرحله الثالثه اللي هو الفصل الدراسي اللي هيبدا في 12 يوليو 2021، برضو لو انت عايز تبدا في 12 يوليو دراسه متاح ليك. المرحله الرابعه وهي الفصل الدراسي اللي هيبدا في 11 اكتوبر 2021، وبرضو ممكن تقدم ليه. عندك 3 مراحل او 3 سمسترات ممكن تختار انك تقدم لاي فصل دراسي وتبدا فيه، تمام كده؟ طيب خلينا نتكلم عن التخصصات المتاحه في المنحه دي. عندنا تخصصات عديده جدا، عندك التخصصات الهندسيه، عندك تخصص العماره والبناء، الطب، طب الاسنان، الصيدله، الحقوق، الاداب، تخصصات الفنون والمسرح، تخصصات تانية كتيره جدا مرتبطه بالزراعه. يعني تقدر تقول ان كل التخصصات اللي بتقدمها جامعه جريفيث متاح ليك انك تقدم عليها، تمام كده؟ طيب احنا كده اتكلمنا على كل تفاصيل المنحه باخر معاد، بالمميزات، بالشروط، بكل شيء. ما تنسوش كمان، عايز اقول لكم على حاجه، ان قناتنا قناه منح من كل الالوان، بتوفر خدمات اضافيه. عندك زي خدمه التقديم بشكل احترافي لاي فرصه منحه انت عايزها، ان لو عايز تقدم من خلالنا على المنحه دي متاح، وبنوفر لك التقديم بشكل احترافي. خدمه تجهيز الاوراق، ودي بنجهز لك فيها الاوراق عشان تقدم في اي منحه بنفسك، تمام. وثالث خدمه هي خدمه التقديم على الكورسات، ودي بتزود من فرص قبولك في المنح والفرص، تمام كده. كده شرحنا كل شيء. خلينا دلوقتي ننتقل للخطوه اللي بعدها، وهي خطوه شرح الابلكيشن، ونتابع ازاي ممكن نقدم للمنحه. طيب هنا هتلاقي الموقع الرسمي للجامعه اللي هو جريفيث يونيفرسيتي، وهنا هتلاقي اسم المنحه المقدمه اللي هو منحه الحكومه الاستراليه. هتلاقي التفاصيل الخاصه بيها، التمويل، في تمويل سنوي زي ما وضحنا طبعا، وبيكون يعني التمويل السنوي ده اللي هو الراتب ده بيكون مقسم شهريا، انت بتاخده عشان يغطي لك كل تكاليف المعيشه، بالاضافه كمان للدراسه بتكون مجانا، ومميزات التامين الطبي وغيره. هنا تفاصيل المنحه، ازاي تقدم، ايه الشروط، ايه المده بتاعتها، ان مثلا الماجستير هيكون سنتين، الدكتوراه 3 سنين، كل التفاصيل هتلاقيها موجوده في الاعلان الرسمي ده، تمام. طيب خلينا دلوقتي نشوف ازاي نقدم. ده الابليكيشن اللي انت من خلاله يعني هتقدم للمنحه، تمام. انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا باسورد عشان تحطهم وتخش تعمل لوجن للابليكيشن. طيب المفروض تعمل ايه؟ تروح تضغط على ساين اب دي عشان تعمل ابليكيشن جديد، تمام. تحط ايميلك، ايميل مره ثانيه تاكده، تحط الباسورد، تاكد الباسورد مره ثانيه، اسمك، اسم العائله، ورقم الهاتف، تمام. وتضغط انك موافق على شروط المنحه، وبعد كده تضغط على كلمه ريجستر، تمام. يبقى انت كده سجلت اكونت على موقع المنحه. تعمل ايه بعدين؟ بعد ما تسجل الاكونت بترجع تاني وبتحط بقى بياناتك، تمام، الايميل بتاعك والباسورد، وبتضغط على كلمه لوجن عشان تدخل للابلكيشن. طيب بعد لما بضغط على كلمه لوجن وبدخل للابلكيشن، ايه اللي بيحصل؟ بيظهر لي الصفحه دي بالشكل ده كده، بيظهر لي كذا سيكشن لازم املاه عشان اكمل الابلكيشن. طيب اول سيكشن عندي هو البيرسونال ديتيلز، معلوماتك الشخصيه، ودي بقى بتحط فيها اسمك، اسم العائله، الجندر بتاعك، تاريخ ميلادك، طبعا بتجاوب هل درست في الجامعه دي قبل كده ولا لا. بتخش بعد كده على السكشن اللي بعده اللي هو رقم تليفونك اللي انت حطيته في التسجيل المبدئي في الاول. بعدين بتكتب العنوان بتاعك، دوله الاقامه الحاليه والعنوان الحالي بتاعك. بعدين بتختار جنسيتك، انت من بره استراليا، مواطن غير استرالي، دولتك منين تحديدا، تمام. وبعد كده هنا السكشن ده لو انت عندك اعاقه، يعني بتذكر ايه هي الاعاقه دي، ما عندكش خلاص بتضغط نو على الجزئيه دي، تمام. بعد كده بتخش على الجزئيه اللي بعدها اللي هي الديجريز، اللي هي التخصص اللي انت عايز تقدم عليه، تمام. زي ما احنا قلنا عندنا تخصصات كتير ادبيه وعلميه، طب، هندسه، تخصصات كتيره جدا. في الجزئيه دي بتختار التخصص، بس هنا كاتبين ان التخصص مش هيطلع لي لان انا ما اخترتش الجنسيه الاول، تمام. لازم اختار الجنسيه واملا الداتا او البيرسونال انفورميشن، فعشان كده ما ظهرتليش. ولكن في الجزء ده انت هيبقى متاح ليك تختار التخصص. بعد كده البروبوزد ريسيرش، الموضوع البحثي اللي انت عايز تعمله لما تروح استراليا، تمام. وهنا سوبرفايزرز. بالنسبه بقى للجزئيه دي يا جماعه، عشان تقدم في الجامعه دي لازم الاول تاخد موافقه من حاجه اسمها سوبرفايزر يبقى موجود في الجامعه دي، يعني في اساتذه موجوده في الجامعه دي. فليكن انت عايز تقدم مثلا على تخصص حقوق، تمام، يبقى لازم الاول تشوف استاذ للحقوق في الجامعه دي بيدرس حقوق مثلا في جامعه جريفيث، وتتواصل معاه عن طريق الايميل، وتبدا انك تبعت له مشروع البحث بتاعك وتقول له انا عايز ان انت تكون السوبرفايزر بتاعي، تمام. لما بيوافق هو ده بيدي دافع اكبر ليك انك تتقبل في المنحه، لان موافقه السوبرفايزر مهمه جدا، ومن غيرها ما بيكملش الابلكيشن. وعشان تلاقي السوبرفايزر ده، يعني تلاقي الشخص اللي هو هيبقى المشرف على رسالتك،
في هنا اللينك ده اللي هو فايند سوبرفايزر، هيفتح معاك الصفحة بالشكل ده. هتلاقي هنا بقى كل التخصصات تمام، وتختار بقى الاساتذه، وهتلاقي الاساتذه تختار الاستاذ، وهتلاقي الايميل بتاعه، تتواصل معاه عن طريق الايميل وتبدا ترسل له مشروع البحث بتاعك والسيره الذاتيه بتاعتك، وهو يبدا يشوف ويبحث معاك الموضوع تمام. وهنا طبعا لما انت بتتواصل مع استاذ من الاساتذه اللي بتبقى موجوده، تختار اسم الاستاذ من هنا. انت تواصلت مثلا مع الاستاذ ده، قبلك ما قبلكش لسه، بتختار اسمه. دي اسماء الاساتذه اللي موجوده في الجامعه على حسب التخصصات تمام. اساتذه كتيره جدا جدا تمام كده. فتشوف طبعا الاساتذه الكويسين وتشوف الشخص اللي بيقبلك وتضيفه هنا. في الجزء ده بقى دي اسئله عامه، يعني بيقول لك هل انت مثلا بتقدم لمواضيع خاصه بالحقوق، مثلا بتقدم لمواضيع خاصه بعلم الحيوان ما الى ذلك. بتجاوب على الاسئله دي على حسب التخصص اللي انت مقدم عليه تمام. بعد كده بتخش على السكشن اللي بعده، الاديوكيشن اند ريسيرش هيستوري، اللي هو بالنسبه لخلفيتك التعليميه السابقه، انت درست ايه سابقا او بتدرس ايه حاليا تمام، المرحله الحاليه بتاعتك او السابقه اللي انت خلصتها. طبعا هنا بقى بتضيف الاد اديوكيشن، بتضيف المرحله تمام، اسم الجامعه، الدوله اللي انت فيها تمام، الليفل بتاعك، درست تخصص ايه وهكذا تمام. طيب بعد كده بتخش على الفاينانشال ارينجمنتس، اللي هو التمويل، انت عايز تدرس على حسابك ولا عايز تدرس منحه تمام كده. هيظهر لنا هنا جزء التمويل، فبيقول لك مثلا عايز تقدم لمنحه، فبتضغط على كلمه يس، بيبدا يطلع لك اسماء المنح تمام، وتختار بقى اسم المنحه المتناسبه معاك تمام كده. طيب بعد كده بتخش على الجزء اللي بعده، سبورتنج دوكيومنت، اللي هي الوثائق بقى اللي انت هتحطها، الاوراق المطلوبه منك عشان تكمل الابلكيشن بتاعك. دي الاوراق المطلوبه تمام. اول حاجه هتلاقي، بص كده المستطيل ده او اقصد المثلث ده، هتلاقي ده بتاع اللغه الانجليزيه، اثبات شهاده اللغه الانجليزيه، وهتلاقي ان مكتوب او المثلث بالطريقه دي، يعني بيقول لك انك مش مطلوب تحط شهاده اللغه بشكل الزامي حاليا، ممكن اذا جالك القبول المبدئي وحصلت على قبول مشروط توفر شهاده اللغه فيما بعد تمام. يعني ممكن تسيب السكشن ده فاضي لحد لما تشوف هتتقبل ولا لا. ده بتحط بقى الدليل انك اتقبلت من سوبرفايزر، سوبرفايزر وافق ان هو يبقى مشرف بتاعك، بتجيب مثلا صوره من الايميل اللي هو بعته لك بيقول لك فيه انك اتقبلت وما الى ذلك، فبتحمل الصوره الاثبات دي هنا. ريسيرش بروبوزال، خطه البحث بتاعتك لازم تحطها هنا تمام. السي في بتاعك، وطبعا في حاجات بقى اوبشنال، لو عندك شهادات، كورسات، تطوعات، اخدت يعني شهادات عندك اضافيه بتحملها هنا تمام. بعد كده بقى اخر جزئيه اللي هي الديكلاريشن، خلاص انت مليت الابلكيشن بتاعك وكل الامور فيه تمام والابلكيشن كامل، فبتعمل سبميت. طبعا هنا بيرجعني تاني للصفحه الاولى، لان في حاجات كتيره انا ناسيها، يعني انا لو جيت ضغطت على ريفيو ابلكيشن بيقول لي انت كل ده لسه ما مليتهوش، عشان كده السبميشن ما بتطلعليش. لكن انت لما تملك كل الخانات اللي فاتت دي، فهيبقى الريفيو ابلكيشن متاح عندك تمام، مش هيظهر لك ايرورز بيه او حاجه، وتقدر انك تقدم عادي والابلكيشن بتاعك يوصل للمنحه، وتنتظر ان شاء الله مراجعتهم تمام كده. فشرحنا كده كل التفاصيل الخاصه بالمنحه، منحه مميزه جدا، ولو حابين تقدموا عليها من خلالنا هتلاقوا رابط استماره التواصل معنا موجود في صندوق الوصف اسفل الفيديو، املاوه وان شاء الله نتواصل معاكم ونرتب معاكم كل شيء للتقديم في المنحه دي. ما تنسوش ان يعني ان المنحه متاحه على مدار العام، ولكن يجب انك تنتبه الترم الدراسي اللي انت عايز تبدأ فيه تمام كده. فان شاء الله يكون بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.